السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام متابعي منصة رواق، أهلا ومرحبا بحضراتكم. يقولون في الأمثال: قل لي وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أفهم. ونحن نضيف على ذلك ونقول: اسمح لي أن أعبر عن رأيي لكي أبدع، اسمح لي أن أعبر عن رأيي بالكلمات بالأفكار الجديدة حتى أحقق ما نسميه بالإبداع في عملية التعلم. بالمقابل أيها المعلم الذي يعلم الطلاب في كافة مراحل التعليم، في التعليم العام وفي التعليم الجامعي، ماذا تعرف عن الإبداع؟ وما الأسس التي يبنى عليها التدريس الإبداعي؟ وماذا نعني بالتدريس أولاً؟ وما علاقة التدريس التقليدي بالتدريس الإبداعي؟ وما المقومات التي تجعل المعلم لديه القدرة على أن يبدع؟ ما المعوقات التي تحول بيننا وبين أن يكون تدريسنا تدريساً إبداعياً في مدارسنا وفي جامعاتنا؟ ما الأسس التي يبنى عليها التدريس الإبداعي؟ ما الاستراتيجيات التي يجب أن تمارس داخل الصف وخارج الصف لكي تحقق بيئة تدفع إلى التدريس الإبداعي؟ هل هناك علاقة بين البيئة المحيطة وبين الإدارة الصفية الفعالة، البرنامج الذي سبق لنا أن قدمناه في اللقاء الأخير، وطبيعة ما نسميه بالإبداع في عملية التدريس؟ ما المقومات التي يحتاجها المعلم حتى يحقق بيئة ويحقق نموذج إبداعي داخل البيئة الصفية؟ ما سمات المعلم المبدع الذي نريده؟ وكما قلت، ما الاستراتيجيات التدريسية التي يمكن لنا وللمعلم أن يقوم بها حتى يحقق تدريس إبداعي حقيقي؟ من المهم أن يكون هذا نموذجا نعرض من خلاله أحباء الكرام هذا البرنامج الهام جدا الذي أود أن تشاركوا معي فيه بفاعلية معلمين ومعلمات في كافة مراحل التعليم، بالتعليم العام وبالتعليم الجامعي. أنتظركم وانتظرونا إن شاء الله لكي نستقبل مشاركاتكم وتعليقاتكم من خلال منصة رواق. أسعد بكم ومعكم دكتور صلاح عبد السميع، تحياتي، وألتقي بكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.